مرحبا، معكم إبراهيم زكوعمين فوفلاي.com. في هذا الدرس الذي سنتعرف فيه على طريقة إرسال الموسيقى أو القرآن أو المقاطع الصوتية بصفة عامة من جهاز كمبيوتر لهواتف آيفون. نحن بحاجة لتثبيت برنامج آيتونز على الكمبيوتر، فهناك طريقتين للتثبيت. إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10 مثلي، فيمكنك تثبيته من يعني الويندوز مايكروسوفت ستور هنا، أو يمكنك البحث في هنا في مربع البحث عن ستور، ثم تقوم بفتحها، وفي مربع البحث ستبحث عن ايتونز، فلديك برنامج ايتونز هنا. هنا بطبيعة الحال كما تشاهدون يمكنك النقر على انستال لتثبيت البرنامج على حاسوبك، فأنا لن أنقر على انستال لأنني قمت مسبقا بتثبيت هذا البرنامج. إذا كنت تستخدم نظام تشغيل آخر من غير ويندوز 10، فيكفي الذهاب لأيتونز دوت كوم فهنا دونلود، يعني تنقر على دونلود. بعد ذلك بالنسبة لي هنا، فيقول لي أنه يمكن تثبيته من مايكروسوفت ستور لأنني أستعمل ويندوز 10، لكن إذا كنت كما قلت تستعمل نظام تشغيل آخر فسيعطيك مكان هنا لإدخال البريد الإلكتروني ثم رابط التحميل، قم بتحميله وتثبيته. بعد تثبيت برنامج الايتونز على الحاسوب الخاص بك، سنقوم الآن بفتحه. أولا هنا، وبطبيعة الحال إذا لم يظهر لك هنا في هذه اللائحة الموجودة هنا، يمكنك البحث عنه في مربع البحث هنا ليظهر البرنامج. إذا هذا هو برنامج الايتونز، تم فتحه الآن. فسأقوم الآن باستعمال كيبل ل يعني ربط الهاتف الايفون الخاص بي بجهاز الكمبيوتر. قمت بربط الهاتف الآن بجهاز الكمبيوتر، وكما تشاهدون فقد ظهر الهاتف هنا. طبعا هنا يطلب مني إن كنت أريد تحميل يعني تحديث لنظام الاي او اس، لا أريده علي، فالهاتف ظهر هنا. سننتظر فقط ليكتمل الباكن اب هنا، عندما ينتهي فيمكننا بعد ذلك يعني أن نقوم بإضافة المقاطع الصوتية أو الموسيقى للهاتف. فكما تشاهدون انتهى الباكين اب. الان بطبيعة الحال اول شيء ساقوم به ان اذهب للفولدر او يعني المجلد الذي يحتوي على المقاطع الصوتية التي اريد اضافتها للهاتف، سواء كانت قرآن او موسيقى او غير او محاضرات. هنا لدي مجموعة من المحاضرات، فعدد المقاطع هو يعني هنا لدينا 6 مقاطع، فهذا هو الفولدر ساقوم بتصغيره هنا كما تشاهدون. ثم سأذهب هنا ميوزيك بلاي ليست كما تشاهدون هنا، وسأنقر على يمين فأرة الحاسوب ثم نيو بلاي ليست، وسأكتب العنوان الذي أريده بالعربية أو بالإنجليزية. أوكي، بعد ذلك سأنقر على هذا البلاي ليست الجديد الذي قمت بإنشائه، وكما تشاهدون يبدو فارغا هنا، لا توجد فيه أي مقاطع. بعد ذلك سأفتح يعني الفولدر الذي يحتوي على المقاطع الصوتية هنا، وسأسحبها بهذا الشكل. طبعا لاحقا يمكنك أن تعود دائما لإضافة مقاطع أخرى، بحيث تفتح نفس البلاي ليست وتقوم بسحب المقاطع التي تريدها هنا. فأنا الآن قمت بإنشاء البلاي ليست وأضفت المقاطع الصوتية هنا. أريد أن أشير فقط أنه يجب أن تنتظروا دائما أن تنتظروا انتهاء الباكين أب، وإلا فإنه لن تستطيعوا إنشاء بلاي ليست ولن تستطيعوا سحب الملفات الموسيقية هنا. أنشأت بلاي ليست، أضفت المقاطع الصوتية. سأنقر الآن على الهاتف هنا، ثم سأذهب لميوزك، ثم هنا لدينا Selected Playlists, Artists, Albums and Genres. أريد أن أحدد المقاطع التي أحتاجها، فإذا نقرت على Entire Library يعني سأقوم بتحويل جميع الـ Libraries الموجودة هنا، يعني
المجموعات الصوتية الموجودة هنا، لكن أريد أن أحددها، فسأضيف هنا البلاي ليست الذي قمت بإنشائه، روضة هنا كما تشاهدون، سأقوم بتحديده، ثم سأتي إلى هنا وسأنقر على Apply، ثم سأنتظر لتتم عملية يعني التحويل أو Synchronization. فكما تشاهدون يتم نسخ المقاطع الصوتية الآن. طبعا لو دخلنا الآن للهاتف سنبحث عن موسيقى هنا، ثم ذهبنا لبلاي ليست، فكما تشاهدون تمت إضافة يعني البلاي ليست الذي قمت بإضافته من الحاسوب هو ده هنا، بحيث يمكنني الاستماع إليه على الهاتف. فهذه هي طريقة إضافة المقاطع الصوتية من كمبيوتر لهاتف آيفون. أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، وأراكم في الدرس القادم.